المايكرو بروسيسور. طبعا هو المايكرو بروسيسور هو تقدر تقول انه هو اوكي. قبل ان ندخل في المايكرو بروسيسور وشو، ففي نقاط للدرس لهم تعريف المعالج بشكل عام، تعريف المعالج الدقيق للمايكرو بروسيسور، كيفية بداية المايكرو بروسيسور، تطور في تقنية المايكرو بروسيسور، وجهات المايكرو بروسيسور وأنواعها. أول شيء بدي فيه بشكل عام، بشكل عام هو مخ الكمبيوتر أو عقل الكمبيوتر. وهو المعالج هو كل ما كان المعالج قوي كل ما كان أسرع وأفضل للجهاز عشان يعالج بيانات أسرع وأحسن. طبعاً المعالج بشكل عام هو عبارة عن شريحة إلكترونية تتكون من عديد من الدوائر الرقمية وتتكون من أصفار ووحدات. تعريف المعالج الدقيق المايكرو بروسيسور، المعالج الدقيق أو المجهري أو الصغير المزدح أحياناً بيوبي، وهو دائرة متكاملة تجمع في داخلها الدوائر الإلكترونية التي تدخل في بنية المعالج، وهذا شكل إلى ودعم على المعالج. شوفوا لما تخلص صعب الوجه بسم الله الرحمن الرحيم. بدايات، كيفية بدايات المايكرو بروسيسور. أول شيء كان حجمه ما كان زي هذا، كان بدايته يحتاج إلى غرفة زي هذه أو أكبر عشان المعالج حق الجهاز. يتم بناء أول شيء تم بناء الدوائر الإلكترونية في الماضي باستخدام قطع إلكترونية ذات وظائف مختلفة، كانت أحجامها كبيرة، وكان يتطلب الأمر أكثر من لوحة إلكترونية، لأنه يتم استخدام الأسلاك والكابل للتوصيل بين اللوحات. الأول كابل زي ذا البرتقال اللي تشوفه الحين حق الكهرباء، الأول كذي عشان هذا الصغير، هذا الصغير الأول يملأ غرفة قد هذه أو أكبر بعد. زين، مع الأزمان اتطور شوي شوي اتطور. طبعاً هو هذا يعتبر أول معالج دقيق انتج من شركة انتل عام 1971 ميلادي، انتج من شركة وشي لا تنسوها حتى لما جاكم الاختبار مثلاً يكون في مسابقة ثقافية. وفيها مليون. ها؟ مليون عليها. الله يرزقني. تطور في تقنية تصنيع أشباه الموصلات. الكيابل الأول لطولهم يعني اللي كان معالج في غرفة صاروا يطوروا هذه الكيابل. زين. وطوروا الدوائر الإلكترونية بحيث يمكنها العمل باستخدام فرق جو أقل. يعني الأول كيابل يأخذ مساحة وكهرباء يستخدموا كهرباء عالية، الحين طوروها خلوها عملها للفرق الجهد أقل وصغروها بعد عشان يعني أقل للمكان. وتم تصميم المايكرو بروسيسورات الحديثة بحيث تتضمن في بنايتها الداخلية دوائر مساندة، مساندة إلى الداخل يعني حاجات لهني. زين، وزادوا سرعة النبضات في المعالج، وزادوا هذا التطوير اللي صار من شوفوا هذه الصورة عندي معالج نقول جوال فضل وش يعني نبضات معالج نبضات بعد وش نبضات ما أدري عنها صراحة. شوف بقول لك شيء، النبضات استغفر الله، أول شيء المعالج يعني مو أي واحد
يعني شيء بديهي عند الإنسان. المعالج يعني زي ما تقول زي اللي واحد متخصص فيه. تعرف أنت وش النبضات؟ لا أسمع. أنا ما أعرف. قلت النبضات وش هي؟ النبضات يعني سرعة النفس هو المعالج نفسه. يعني كل ما زادت عدد النبضات كل ما زادت سرعة المعالج. بيدنا الأستاذ بعد وش هي؟ إيه. داخل المعالج في وحدات ثانية ما درسناها بالتفصيل، ومنها وحدة الكلوك أو المؤقت. هذه عبارة عن كاونت داون تايمر، يعطي كل مجموعة عمليات مدة محددة من الزمن تدخل تتعالج في المعالج وتطلع حتى لو ما خلصت، بحيث ترجع تتعالج مرة ثانية بعد معالجة مجموعة غيرها عشان يتوزع عليهم وقت المعالج. تقنية اسمها تايم شير. المهم ان دورة المعالجة هذه نسميها كلوك سايكل او كلوك تيكس، وهي بالضبط النبضات اللي الحين نتكلم عن سرعتها. يعني كل مرة يفتح فيها الكلوك مسار لعملية ويغلق نسميها نبضة. سرعة النبضات حق الكلوك تعطينا فكرة عن عدد العمليات اللي يتم تنفيذها في المعالج كل ثانية، ولأن هذا الكلوك سبيد سريع جدا فيتم قياسه بالريت، ولذلك يسموه كلوك ريت أحيانا. سرعاتها الأيام تنقاس بالجيجا هرتز زي ما نعرف، وكل ما زاد عدد نبضات الكلوك معناها العمليات صارت تاخذ وقت أقل للتنفيذ داخل المعالج. صار العملية عكسية، كل ما زادت النبضات زادت السرعة وقل الوقت. أحسنت سيد، أحسنت. هذا الصورة إلى التطور كيف كان المعالج من 4 6 تاريخ الإنتاج إلى، يعني يبين لو أنت بس بتطالع نظرة كذي ما بتقرأ هذا بتشوف في فرق بينهم. يعني من كان 2 إلى 2 هيرتز إلى 8 بت زين، تالي صار 16، ويفرق طبعا من معالج الى معالج، وكل معالج الى ما شاء الله. يعني هذا المعالج اختصار اللي صار الى التطور. بس هذا المعالج في الى وش يسوي هذا المعالج؟ انا ما بعرف وش يسوي هذا، وهذا وش يسوي، وهذا كلهم لهم تفاصيل ما شاء الله. احنا ما جبناهم طبعا، جبنا هذه الصورة تختصر التطور لما يستفيد اكثر. أجيال الميكرو بروسيسور وأنواع. لقينا شركة إنتل هي اللي صنعت هذا المعالج. زين. طبعاً هي من أكبر المنتجين لهذا المعالج. إذا هي اللي صنعته أكيد بتكون هي الأساس يعني. تسيطر الشركة على ما يقارب 80% من السوق العالمي لهذا المعالج، يعني زي ما قلنا الأساس. زين. أيضا أنواعه تواجد عدة أجيال للمعالجات يتم تسويقها في نفس الوقت، يعني مو معالج واحد، معالجات بعد في أكثر من معالج من شركات أخرى. زين، زي ما قلنا أكبر منتجي شركة أكبر منتجي للميكرو بروسيسور هي إنتل، بس طبعا في شركات ثانية. هذه الشركات يتم تسويقها في نفس الوقت بعد هذه أنواع. وبعد في أن بعض المعالجات من نفس الجيل قد تحتوي ضمن تركيبها الداخلي أعدادا مختلفة من الوحدات العاملة، يعني المواصفات اللي داخل هذا المعالج من شركة انتل زين تفرق عن مثلا الشركة الفلانية في المعالج الفلاني. هذا من انواعه. زين. كذلك تعمل بعض المعالجات من نفس الجيل في سرعة مختلفة زي ما قلت، يعني هذا سرعة غير المعالج الثاني. ما هو الثاني؟ المهم المعالج الثاني اللي شفتوه من شركة مثلا غير انتل تفرق السرعة. بنلخص ان شركة انتل اللي صنعته زين، وهي
زي ما نقول مثلا مسيطرة على هذا المعالج، يعني متخصصة بس لهذا المعالج. زين خلينا نكمل. ولعدة انواع طبعا، في شركات ثانية شو اسمها صنعت معالجات، بس يفرقوا المعالجات في وشي السرعة اللي داخل والسوالف العواجع اللي داخل في نفس الجيل طبعا. تفضل سيد. المقصود من الشركة الثانية اللي هي شركة AMD، المقصود بالأديان نفس الشركة، وفي شركة AMD تنزل مثلا الجيل الثالث. نفس الجيل الثالث في عدة أنواع، مثلا i3 i7 i5، مو نفس الشركة تقول إن هذا الشركة الثانية هي اللي تنزل المنتج المنافس. المقصود بالأديان نفس الشركة تنزل نفس المعالج، اللهم جيل أول جيل ثاني جيل ثالث، فرق السرعة وفرق الجهد الطاقة المبذولة. شرحتها بطريقة ثانية. احيانا ينزلوا جيلين مره واحده، ثلاثه اجيال مره واحده في السوق في نفس الوقت، جيل رابع وخامس وثالث. إيه بس من نفس شركه انتل ولا من شركات ثانيه؟ الشركه الواحده احيانا تنزل كذا جيل مره واحده، قد يكونوا اصدارات نقدر نسميهم افضل من كونهم اجيال حسب الحاجه اليهم. يعني بعض يحتاجه في جيمز في سيرفر غير عن اللي يحتاجه لمجرد تشغيل اوفيس. ايه نفس الحين الجوالات. صحيح بالضبط. على فكرة يعني مو تفكر المعالج هذا زي ما يقول كتاب، ان هذا المعالج تستخدمه حين طول حياتك، كل شيء في حياتك تستخدمه، كمبيوتر الجوال الالعاب اللي تستخدمها كلها فيها هذا المعالج. بس نقول لك التطور يعني اللي صار لك، تحط لك غرفة في البيت بس عشان لعبة واحدة، إلا صار الحين قطعة هي في نفس اللعبة. زين نلخص الموضوع كله اللي صار. المعالج وش معناه؟ مخ الجهاز. يعني بدون معالج ما يصير. يعني مثلا انت بدون مخ وش تسوي في نفس اللعبة؟ الجهاز او اللعبة او الجهاز بشكل عام بدون معالج ما يصير. زين الانبانة وش معنى؟ هو نفس المعالج المايكرو بروسيسر. وش معنى؟ بسألكم أنا. يلا في مشاركة ترى الأستاذ الله يكرم. أول ما فهمته. وضح أكثر. وش أوضح أكثر؟ شرح لكم ليكم. يمكن مركزين على طريقتك كانوا. أرجعين. معالج الدقيق او المجهري او الصغير يرمز اليه له احيانا يوبي، وهو دائره متكامله تجمع في داخلها الدوائر الالكترونيه التي تدخل في بنيه المعالج. مركزين شباب تابعين؟ اسمع، دائره متكامله تجمع في داخلها الدوائر الالكترونيه، يعني اللي في الجهاز هو نفسها الدوائر اللي في الجهاز تجمعها هذا المعالج، التي تدخل في بنية المعالج. بنيتها هذه هي اللي تجمعها. عرفتوا وش تعريفها؟ يلا وش تعريفها الحين؟ تجمع الدوائر اللي في الإلكترون اللي في هذا الجهاز الإلكتروني يجمعها المعالج بس. فهما يعني ما يبغى نصا، يعني من الفهم في حاجات تكون في المعالج، هذا المعالج يعني يرتبها ويرسبها للجهاز. ايوه مخ الجهاز هو الاساس للجهاز. عرفت؟ زين وش الشركه اللي على مطار الشركه اللي صنعت المعالج؟ ها سنة كام؟ 77. بس أي معالج؟ القديم، النوع القديم، ولا هذا اللي درسنا اليوم؟ درسنا اليوم مايكرو بروسيسر، مو أي معالج. يعني مو زي ما قلنا المعالج بشكل عام، لا، عن هذا هو نفسه اللي مجمع في قطعة واحدة. زين بعد باقي حاجة، صار عليه تطور لما صار؟ وش اللي صار؟ صار سرعته، واحد واحد.
وصار تطور واجد عليه صلبوه. طيب عدة عملية تطور أشياء صار من ناحية من بداية أول إصدار المكتوب السنة ناحية مساعاته وقدراته إمكاناته محدودة. بالضبط. بس لو لاحظ هذا الجيل الحين مثل الحالي مثل عرش مال إنتر كول ما يسمى لاحظ فرق سريع زين ما حوزيه مرور على مستوى السرعه والجهد ليس حاول تنهي جوان حاول تنهي شويه خلصنا باقي اهم حاجه وش حجمه كبير وصلى الله الله يرحم والديكم شكرا